جمعية النشاط الروداني وبالتعاون مع مجموعة أورورا تبدع في مدرسة ابن الساعدي من خلال جداريات زينت فضاء المؤسسة، مبادرة لقيت استحسان التلاميذ والأطر الإدارية. السلام عليكم، معكم محمد ممثل جمعية أورورا. عملنا واحد الشراكة بين جمعية النشاط الروداني للترميم وعمل جداريات مع مدرسة بن السعيدي. النشاط دام نهار ونص تقريبا، وكنتمنى يدوز على أحسن الظروف، وهذا الشيء كنتمناه. السلام عليكم، معكم يسرى وجيه ممثلة جمعية النشاط الروداني. اليوم كنتواجدوا في مدرسة بن السعيدي من أجل القيام بورشات صباغة، جداريات، لعب ترفيهية ومسابقات، وأيضا صباغة على الوجه اللي ما هو فقط إلى الشطر الأول، فيما مازال كينتظرنا الشطر الثاني اللي كيتضمن بستانة، تشجير وبزاف ديال الحوايج أخرى. الشطر الأول الشطر الثاني إن شاء الله، وكنتمنى إن شاء الله هاد الأعمال اللي قمنا بها اللي هي كيف سبق قلت لكم كتضمن جداريات، كتضمن تشجير، كتضمن ألعاب ترفيهية وأنشطة الدراري الصغار، كنتمنى إن شاء الله تنال الرضا ديال مدير المؤسسة والتلاميذ جميعا، وإن شاء الله نتمنى خير من القدام. هي بادرة في شطرها الأول والتي همت جداريات وتنشيط لفائدة تلاميذ المؤسسة في أفق الشروع في الشطر الثاني في قادم الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم مسدر، مدير مدرسة بن السعيدي بتالودان. أولا أود أن أشكر جمعيات النشاط الروداني على هذه المبادرة القيمة، المبادرة الإنسانية التي يعني تنسجم مع الأهداف النبيلة لتربية الأطفال وتربية التلاميذ، لأنه الكل يعلم أن تحسين الفضاء المؤسسة من الخارج ومن الداخل له دور تربوي مهم، بحيث يساعد على دعم التمدرس ويساعد على الحد من الهدر المدرسي ومن الانقطاع عن الدراسه، لان التلاميذ اذا لقوا من طبيعه الحال المؤسسه احسن من البيت يلجون وهم فرحون ناشطين مطمئنين، يعني تغمرهم الفرحه والسرور، واذا وجدوا العكس يشمئزون من المؤسسه. ويعني بغينا نقول لكم بان ابواب المؤسسه مفتوحه لكم، وكلنا الهدف ديالنا هو التلميذ، هو محور العملية التعليمية وتنشيط المؤسسة التعليمية، ويعني ونطمح أن نبرم شراكة مع هذه الجمعية نظرا للحماس اللي وجدنا فيها والقابلية اللي وجدنا فيها، ويعني والعمل الجاد اللي كتقوم به لا من ناحية الرسومات ولا الأنشطة لفائدة التلاميذ والتلميذات. كذلك بغيت نشكر السي عبد العالي، الأستاذ عبد العالي بوخنجل، هو اللي كان يعني صلة وصل بين الإدارة ديال المؤسسة وبين هذه الجمعية، بصفة عنصر فعال داخل المؤسسة في الأنشطة التربوية وفي الأندية التربوية. بغيت نوجه له الشكر، وهو اللي كيمثل الإدارة فيما يخص العلاقة معكم ومع الجمعيات المجتمع المدني اللي مفتوح لها الباب. بادرة كان الغرض منها إدخال الفرحة والسرور على التلاميذ وإخراج فضاء يساهم في التحصيل المعرفي وترك لمسة تطوعية في المدرسة. اسمي إيمان بن الجام، كنقرا في مدرسة بن سعيدي تلميذة في قسم السادس الابتدائي، وبعد المناسبة كنبغي نشكر جمعية النشاط الروداني على هاد الجداريات اللي داروا لنا والأنشطة المدرسية. كلنا سكرتي تنملنا.